قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إن أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن، ومجاهد، ومنفق. فإن الله تعالى يوم القيامة ينادي بقارئ القرآن فيقول: ألم أعلمك القرآن؟ ألم أحفظك القرآن؟ فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، قد حفظت القرآن وقرأته وأقرأته. فيقول الله تعالى: كذا. وتقول الملائكة: كذا، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، ثم يأتي بالمجاهد فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول الله تعالى له: فماذا عملت؟ فيقول: يا رب، ما تركت سبيلا يجاهد فيه في سبيلك إلا جاهدت فيه. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، ثم يؤتى بالمنفق فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، ثم يقول الله تعالى: فماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، وعزتك وجلالك، ما تركت سبيلا ينفق فيه المال في سبيلك إلا أنفق. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذب. وتقول الملائكة: كذب، إنما أنفقت ليقال فلان جواد فقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فاحذر أن تكون منهم، وأخلص عملك وأفعالك كلها لله سبحانه وتعالى.